انا الحين اني ما ابي ادخل الحين في هذا الحين التشب مال تشب هذا يعني لا بس انت مؤمنه دكتوره انه هو تشب ومؤمنه 100% هذا لحظه بس انا ما هو الهدف دكتوره من هذا التشب يعني مو هم يبون يتحكمون في العالم يتحكمون فينا عن طريق التشب اللي هم في واحده من المقالات ان هم راح نكشف ان الشخص اخذ التطعيم ما جاب لنا ورقه مزوره انه هو انه يسوون لك اسكان يعرفون اخذ يعني دكتور علميا علميا طبيا دكتور هل ان هذا اللقاح فعلا فيه تشيب وراح يعني يثبت في اليد ويراقبوني وين اروح وين اجي لا مو باليد ما يثبت وين راح يدخل داخل الجسم يدخل داخل الجسم ويتحرك اي يعني هو انت لما يحقنوك ما تظل هني اي الشيب هذا يمشي في بالجسم في اللي هم يحطونه على اليد يقول لك تسوين كذي بدال البطايق بدال التلفونات هذا لا دخلوا لك اياه داخل ولا تقدرين تكشفينه